بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن احصل على 0.1 بيتكوين مجانا للتعدين بشكل تلقائي ومجاني. طبعا هذا الموقع الذي امامنا هو الذي سوف نقوم بالشرح عليه. تضغط على سجل هنا، بعد ذلك تضع اسمك بالكامل، ثم اسم المستخدم، ثم كلمة المرور، ثم تعيد كلمة المرور، ثم بريدك الإلكتروني، ثم تعيد البريد الإلكتروني. وهنا تضع رابط محفظتك على البيتكوين، وهنا تضع سؤال سري وجواب سري لهذا الموقع. لابد أن تذكرهم، لابد أن تسجلهم في الموقع. لو حدثت مشكلة فسوف يسألك عن السؤال السري والجواب السري. أذكر أن السؤال السري والجواب السري الذي وضعتهم هم لهذا الموقع في الورقة حتى لا تنسى. بعد ذلك تقوم بوضع هذا الرقم الموجود هنا وتأشر أنك موافق على الشروط وتضغط على تسجيل. بعد أن تقوم بالضغط على التسجيل تأتيك رسالة على بريدك الإلكتروني فيها رابط التفعيل. تقوم بالضغط على رابط التفعيل وتتوجه بعد ذلك إلى تسجيل الدخول، وتضع اسم المستخدم وكلمة المرور ليس التي أنت سجلتها عند تسجيل الدخول، وهي هذه وعدتها هنا، لا بل سوف يعطيك كلمة مرور هو في الرسالة. تقوم بأخذها وتسجل بها الدخول وتضعها هنا وتضع هذه الكباتشة وتضغط على تسجيل الدخول. سوف أعمل هذه العملية وأتيكم إن شاء الله. بعد أن تقوم بالتسجيل ترى واجهة الموقع بهذا الشكل كما ترونه. نقوم الآن بالشرح. هنا في المعلومات لمن أراد أن يقوم بمراجعتها، وفي الأعلى أيضا معلومات لمن أراد أن يقوم بمراجعتها. هنا تسجيل الخروج وهنا الحساب. لو ضغطنا عليه فسوف يقوم بفتح نفس هذه الصفحة. طيب هنا هذه الرسالة لابد تقول لك أنه أودع 0.03 بيتكوين لتحصل على ربح شهري بمقدار 0.0008 بيتكوين. طبعا لابد أن تودع هذا الرقم إذا تريد سحب الأموال، سوف نتكلم عندما نصل إلى السحب. هنا رصيد الحساب 0، إجمالي المكتسب 0، لإيداع النشط وهو ما أعطاني إياه بشكل مجاني. هنا اسم المستخدم، هنا تاريخ التسجيل وآخر ولوج، وهنا رابط الرفال الخاص بنا، وهنا بعض المعلومات مثلا سوف نأتي إليها. خلينا نأتي تحت. هنا ريثما يتم السحب ما في، آخر سحب ما في، انسحبت المجموع ماكو. إيداع النشط وهو ما أعطاني إياه بشكل مجاني اللي هو 0.1 بيتكوين. وآخر إيداع ماكو، ما ودعنا وإجمال الإدواء ما ودعنا، وإن شاء الله سوف نقوم بالإيداع في هذا الموقع. هنا الحساب نفسه الذي ضغطنا عليه فوق هنا نفسه سوف يأتي لنا. خلينا نرجع للترجمة. هنا إعدادات نفسها موجودة، هنا إعدادات بنضغط عليها الآن. إعدادات، في الإعدادات هنا راح تجد اسم الحساب وتاريخ التسجيل واسمك الكامل. وهنا لو تبي تغير كلمة السر تضع كلمة جديدة وتعيدها، تضغط على تعديل البيانات. وهنا هنا عنوان محفظة اللي انت وضعت عند التسجيل، وهنا بريدك الإلكتروني. ولابد طبعا إذا بتغير كلمة المرور بتحط الجديدة وتعيدها، وبتغير عنوان المحفظة وبتغير اسمك وبتغير البريد، تضع هذا الكود أمامك قبل الضغط على تغيير بيانات الحساب حتى يغير معك.
طيب نجي الآن إلى جعل الوديعة. جعل الوديعة هنا بتختار كم تودع. هو قال لك من ساعة لازم تودع اللي هو 0.03 بيتكوين اللي هو هذا. لو قمت بإيداعه راح انت تربح الربح 0.13 كل ساعة. كل ساعة انت تربح هالربح، وكل يوم تربح 3.12% يوميا مدى الحياة. طبعا لو تبي تزيد عملية الربح وتزيد الإيداع بإمكانك تختار هذا الخيار أو هذا الخيار أو حتى هذا الخيار، وأنا أقول خلك على أول خيار وهو الأفضل، يعني راح يكلفك تقريبا $14. زي ما ترون هنا هو الآن أقل مبلغ راح نودعه. رصيد حسابي طبعا أصفار ما في رصيد. هنا تودع من محفظة بيتكوين، تقول له وتقول له الوديعة. بعد ذلك تقوم تأخذ عنوان محفظة البيتكوين اللي يبيك تودع عليها وهو هذا كما ترونه، تقوم بنسخه بالكامل، والمبلغ اللي يبيك تودعه وهو هذا المبلغ، هذا هو موجود هنا، يبيك تودع هذا المبلغ على المحفظة هذه، نسخها بالكامل. طيب تروح لين محفظتك وتودع لهم المبلغ هذا. طيب نرجع للحساب من جديد مرة ثانية، نرجع أيضا للترجمة. بعد ما تودع هنا الوداع الخاص بك، راح تشوف أنت في أي وديعة أودعت في هذه. هنا بيقول لك لا يوجد وداع لهذه الخطة الآن، أما إذا أودعت راح يقول لك إنه موجود، أنت أودعت كذا وربحك اليوم وكذا وربحك الساعة كذا، وهنا المجموع موجود أمامك. إذا أودعت راح يرتفع، لو أودعت على آخر واحدة راح أيضا يزيد. لو فرضنا أنك أودعت على الخطة مثلا هذه كبار الشخصيات، راح يكون موجود هنا معلومات إيداعك. طبعا بنك الاشتراك مكافأة وهو ما أعطاني إياه عند التسجيل كما ترون. الربح الساعة في كل ساعة 0.01 بيتكوين، والوداع كله من عنده، هذا المربع من عنده هو. أنا لم أقم بالإيداع حتى الآن، لكني سوف أقوم بالإيداع، لأن السحب أصلا لن يقبل إلا لابد أن تودع هذا المبلغ اللي هو 0.03 بيتكوين، يكلفك $14. طيب هنا سجل الإيداع، راح إذا أودعت تجد كل معلومات الإيداع هنا. هذا طبعا هو ما أعطاني إياه. تاريخ الأرباح راح تجد هنا أيضا تفصيل بشكل كامل مع المجموع بالنسبة لهذه الفترة وما إلى ذلك. وهنا أدوات الإحالة، طبعا أدوات الإحالة عندك عدد الدعوات كم، والإحالات النشطة كم، كم ربحت من عمولة. عمليات الإحالة الاشتراكات راح تجدها هنا أيضا بالتفصيل. لو تبي بنرات بمقاسات مختلفة راح تجد البنرة مع كودها هنا، بإمكانك تختار أي بنرة وتحطها في موقعك أو مدونتك أو منتداك إذا عندك. هنا في السحب، السحب كما ذكرت لابد أنك تودع أول شيء 0.03 بيتكوين حتى تتمكن من سحب الرصيد. طبعا الرصيد الآن أصفر، السحوبات المعلقة أصفر، ويقول لي ليس لديك أموال. طبعا إذا ضغطت على السحب وكان عندك المبلغ هذا راح تستطيع أن تقوم بالسحب إذا أودعت.
بدون إيداع لن تستطيع أن تقوم بالإيداع بالسحب أبدا. أتمنى من الجميع أن يقوموا بالإيداع في هذا الموقع، فهذا الموقع له شروحات كثيرة على الإنترنت وله إثباتات كثيرة على الإنترنت للسحب، وهو موثوق جدا جدا جدا، وأنا بنفسي سوف أقوم بالإيداع به وسوف أثبت عندما أقوم بالسحب، سوف أثبت بالفيديو إن شاء الله وأخرج فيديو إثبات سحب لهذا الموقع. نرجع إلى الحساب، هنا طيب نشيل هذه، نعم هنا إجراءات إيداع، لو ضغطت عليها إجراءات إيداع نفسها اللي هي جعل الوديعة بالضبط، ما تتغير أبدا. نضغط على الحساب، نذهب إلى الحساب من جديد. طيب هنا سحب، نفس السحب الموجودة عندك هنا. طبعا إذا أودعت وصلت إلى الحد الأدنى بيمكنك سحب أموالك على عنوان رابط، على عنوان محفظتك الذي وضعته عند التسجيل. نرجع الآن إلى الحساب من جديد، نضغط أيضا على الدعوات هذه، راح تجدها نفسها موجودة هنا. أين أدوات الإحالة؟ نعم نفسها. طيب أتمنى من الجميع أن يقوموا بالتسجيل بهذا الموقع. طبعا بعد ساعة راح تشوف أن الرقم هذا تغير معاك وأصبح واحد هنا، فهو يعمل بشكل تلقائي، لكن ما يوجد فيه فائدة إذا أنت ما ودعت، لن تستطيع سحب المبلغ أبدا. لذلك قم بالإيداع من الآن لتسرع عملية الاستثمار، وعندما تصل إلى الحد الأدنى للسحب فسوف يتم السحب إن شاء الله. أتمنى من الجميع أن يقوموا بالاشتراك في هذا الموقع عن طريق الرابط الذي سوف أضعه لكم أسفل الفيديو إن شاء الله. أتمنى من الجميع أن يتكاتف معنا ونكون يدا واحدة في إثبات السحب لهذا الموقع. يعني أتمنى من الجميع أن لا يمروا مرور الكرام على هذا الفيديو، بل يقومون بالتسجيل في هذا الموقع، ولو على الأقل يقوم حاليا بالتسجيل وتفعيل التسجيل ويتركه لا يودع لين يشوف أرباحه هنا علت جدا، يقوم بالإيداع ثم السحب. أتمنى يعني أن تقدروا على الأقل هذا المجهود وهذا الشهر، وتكافئون هذا الشرح بتسجيلكم، فأنتم إن شاء الله من أهل الكرم والجود، وسوف تكافئوننا بكرمكم وجودكم، وهو التسجيل عن طريق الرابط الذي سوف أضعه لكم أسفل الفيديو إن شاء الله. طيب كان هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.